السلام عليكم خويا. انا خويا فقط عيط لي السيد مع 12 اللي توفى الله يرحمه، اللي هو خويا ماشي ولد خالجي، خويا اللي توفى هاد النهار عيط لي مع 12. انا ناعس ما جاوش جاو باش الوالده قال لي دوزي يا زيجوني، قال لي يجي عندي السبت العسيلات بالضبط، كاين هو في بيت جديد هو ولد عمته بيت عند عمته، جيت تلاقيت معاه قال لك غتمشي تفطر معانا، قلت لي مرحبا مشيت، قلت مشيت معاه ومشينا، قال لك غنمشيو بلي هو، قال لك غنمشيو من تقدمو من كميو، مشى عند حمودة المهبول ملقب بلانطوات اللي خدامين عندو عند المهبول دابا، المهبولة مشدود هادو الخدامة اللي خدامين دابا 12 واحد اللي خدام ندوس وتجيب دين عصابات تما كاين. مشينا كيبيعو كيبيعو الحشيش والكيف والفانيت والبوفا اللي كيبيعو هادشي اللي كنعرف انا ما كنس تجار شاين السوق ديالهم كيقولو شاي هادو، هاد حمود المبول الصعيد الوطني هنايا كيقول لك شاي السوق ديالو هو اللي المملكه ديالو. الله ينصر سيدنا والله يطول في عمر سيدنا والله يجيب ليه الشفاء. احنا اختي كنت طالب من حق داوود خويا كمل لك اللي وقع. فاش مشيت ما جوا خدم عندهم شي حاجه بدينا من ابدا من قهوه وياهم، نزلوا بداو كيضربوا فيه، نزلت انا وود عمتو شي حاجه الفلوس ما فهمتش علاش كيفاش ما فهمتش كيف هذاك الولد الاخر كيف قالوا لي دفعوا ما تصات اخي عارف انت واحد غيدفعك ولا شي حاجه تاخذ من عنده ما غتصاتش لك، دفعوا نزلوا بداو كيشلخوا فيه، نزلت انا وود بنت عمتو سيوفه وجناوي 8 الناس كانوا هازين سيوف وجناوي على ولد واحد. انا نزلت انا ودخلت نزلت جيت ما لقيت ما ندير تضربت رجلي انا رجلي دابا حاليا مضرب بحاجه حدي، هابت نزلت موطو ديال واحد منهم تما كاين هابت بيه مشيت لدوارهم لدارهم كيضربوا بالسيوف كيخبطوا فيه لا لا احمل شفق اخشوالي من هنا اختي تا من هنا فم وجهو سينا اختي. مشيت تكلمت بواه وعمو مجا رئيس الجامعة ديال البلدية ديال تما كاين لقينا داك كيموت هزينا جبنا البرشي كيبيعوا الحشيش على عينك ابن عدي كيبيعوا بالعلالي بحال كتبيع في مطيشة بحال هاكا من هنا 5 كيلومتر تشوف ماما الحديد واقف كلشي كلشي واقف كلشي بلاصي بالطوموبيلات كلشي واقف كلشي ما كاينش شي حاجة مضايقة هادشي اللي بغيتنا ماشي مخزون ولا شي حاجة وكيقول لك السوق ديالنا قولك السوق وحنا اللي احنا مولين هاد الناس صافي هاد الناس غسلوا يديهم على المخزن ما فهمتش كيفاش هاد الناس راه واقفين في الطوموبيل كيبيعوا قال لك حنا كنصوروا 40 مليون 50 مليون في النهار او عندنا عادي او غادي كيضربوا بلادهم بزاف انا منهم انا دوك كل ما هابش شكون قتلوني انا كندوي معاك انا نفعوني غير رجلي وهابت باش كلمت با وخوتي جبت هاد ولدي بغيت نقول لك واحد الحاجه دابا نتوما الوليدات اللي كيكونوا مبليين الله يعفو عليكم كلشي تتعرفوا المخاطر اللي كتكون في هذه البزنازه وكتعرفوا شنو واقع علاش كتمشيو عندهم اختي انا شنو نتوما دابا شفتوهم شحال قتلوا من واحد شحال ضربوا من واحد واحد خاصه غير درهم كيقتلوه واحد علاش ولدي شي طير شنو ندور اسمي الدوار ما نكذبش كاين البلاصه تما كاين الساحل الساحل كاين الناس تما السكان كلشي كاين كاين السكان دواوه ولكن بعاد ولكن واحد المنطقه انت متابع لحد السوالة جات فاك جات المنطقه اللي كيبيع فيها هو تابع البرشيد وتابع السوالة مشات في الوسط فهمتيني هاد البلاصه كيقول لها العقوب بو معيزه العقوب هاتا ما كيقتلوا فيني هي وها الجندار ملقب بحمود المهبول حمود المهبول مشدود خويا كمل لينا هذيك كيفاش هو كيقتل الشانطي البياضه كيقتلوا فيه هي في الطريق والجندار ديناهم باق فهم ديال بو معيزه ديال الباج كيشدوا الرادار كيشدوا في هذا مشيتي عند باعي انا تابعيني هما تابعيني بدوس انا هما كون شدوني كون قتلوني انا براسي انا كون شدوني اختي كون قتلوني براسي انا كنت معاه سمحوا لينا اختي تعيط لي باه وقال لي رانا في الرازي ملي مشيت الرازي ما سطوش قال لي داو السبيطار انا جيت تابعاه ما ستا واحد شنو شحال عنده من عام شحال عنده ما عاد عاد وقتي 96 زيد 95 شوفي فاش زيد ما عرفتوش فاش زيد عنده شي وليدات عنده باقي زوفري هو اللي هزموه هزموه كي دار الوليد عاودي لي مقدد مقدد مضروب بجنوي كامل فلق كامل اختي كامل فلق واش هادو تجار مخدرات مشى ما عرفتش واش باغي يتقدى ولا شو باغي يدير ولا شو عندهم هو بعدا ما كيبيع ما كيدير والو ما يدي فوق راسي دير تبابا
ما عارفاش انا انا كي فوق راسي انا ما عرفتوش انا علاش مشى عندهم واش بينهم وبين لا هو ماشي تاجر هو. لا 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 ما يبيع ما يشري ما يبيعوش باغي ما يكمي تعرف ولا مسكين غير باش باغي يتغدى خرج وقال لك 8 ضروري واش فايتين معدين عليه لا واش عقلتي على القضيه ديال الشاب حسني عقلتي على داك الوليد اللي قدو حتى هو انا ما جايباش الخبر اش من دور هادشي طرالي ها ما عارفاش انا عتعيطوا لي حنا تعيطوا لينا قالوا لي راه في الراز انت مات ها بحرف جابوه هنا مات كي داير الحاله ديال امي انت كي داير الحاله امو انا جيت تابعه 15 عقوز فين ضاربينو فين ضاربينو مضروب كامل وليدي درك مكمل كامل مهرس من الرجلين مهرس من الراس مشرك كامل مقد كلهم شربوا علاش كاع غيكون دار اليوم ما عرفت واخا ما حتى شي يدير ليهم عاد نروح بحال الدبانه ما عرفتوش نتوما شحال من واحد دابا ما عرفناش اخذني قلتي ما عرفناش ما عرفنا. شنو كطالبوا امي انت شنو كطالبوا اش غنطلبوا اش غنطلبوا اش بغينا نطلبوا راه مات لا بالنسبه لهاد الناس اللي داروا لي هاد الحاله اللي هاد الناس خاصهم يتعاقبوا هاد الناس اللي داروا لي هاد الحاله خاصهم يتعاقبوا اش كيبيعوا هما كيبيعوا لي شي يشوفوا الفانيل ويبيعوا هادشي في حد السواله ماشي يبيعوا في حد السواله اه يبيعوا كل شيء حيت يقولوا لي المهبول هو راه مشدود وباقي تحاب دير عصابات تم واش المكان بالضبط فين وقعت ليه هادشي وانا ما عارفهاش اوليدي واخا الام ديالو كيبقات مسكينه وانت فين شتها مشيت تابع راسي ما شتها جيت تابع انا ما يعني تشتتوا نتوما هذا مشتين دابا ملي سمعتوا الخبر ديال الوليد مات راه صافي ما عرفتش انا جيت انا وخواتي صحيح صحيح ما صحيح صحيح واش مات بالنزيف تعطلوا واش جابوه لهنا ولا شنو مقدد كامل مضروب كامل اختي مضروب كامل اختي مضروب كامل شنو العقوبه اللي تبغيو هاد المجرمين هاد المجرمين بغيناهم حتى ما يموتوا انا بغيت اللي يقتل شي واحد يموت شي فيهم شي واحد المجرم لا كان القانون وانا ما في راسي والو جوندارم جا هما جاو الدرك الملكي هنايا تبعو كانوا هنايا الدرك الملكي وانا ما شفت حتى حاجه انا الله شنو النداء ديالكم اللي تبغيو توصلوا للسلطات تما انت انا بغيت هادو اللي قتلوه بغيتهم حتى ما يموتوا انا بغيت اللي يقتل شي واحد يموت لا بغيت باقي عزري مسكين باقي عزري هو اللي خدام على امو هو اللي خدام على مو هو الكبير فاش خدام خدام في العروبيه خدام في العروبيه دير فلاحه ودير هادشي اللي كاين هادي ديما كيتقدم تما كاين وراه ماذا كيتقدموا من عند هذاك هذاك هو اللي كيتقدم هذيك هي البلاصه اللي كيتقدموا منها وانا عارفاه انا ما عارفاش